عن المهللات اليوم موضوعنا مع اختصاصية التغذية وأكيد كمان الاختصاصية بالصحة العامة ميرنا الفتى. موضوع بدنا نغوص بتفاصيله معك ميرنا اليوم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. اشتقت كثير للإطلالات معك وللاستفادة، مع أنه كنا عم نستفيد بس من وراء الشاشة، اليوم وجها لوجه. دايما منخاف لانه خصوصا نحن ستات البيوت اللي بنعمل مونه بنشوف كميه الملح الخشن اللي بنحطها بالكبيس وعلى مختلف انواعه. اكيد نحن عاده بس نقول كبيس دائما بنفكر بس بالمقت وبالخيار، ولكن الكبيس متعدد الانواع. اذا بدنا نحكي هيك كلمه بالبدايه عن المخللات بشكل عام، هل فينا نقول هي مضره او هي مفيده؟ بشكل عام وسريع هي مفيدة، الإفادة أكتر بكثير من الضرر. أوكي. بس أكيد في مطارح بدي أنتبه لضررها. رح بلش بالضرر لأنه الإفادة كثيرة، وصرتوا أنه هلأ ما عندنا بس محصورة بالخيار والزيتون والبتنجان، صرنا أكتر شوي بوسي أكتر، رح نحكي عنه عاد مع النوات. رح بلش بالضرر اللي ممكن يعمله. كلنا بنعرف الملح ممكن يعمل شوية ضغط، كلنا بنعرف انه الملح ممكن يعمل شوية احتباس مي بالجسم، يعني نتفت ورم. كمان بدنا نضيف عليهم الاشخاص اللي في عندها مشاكل بالكلى، بتنتبه لانه الملح بكثرة الملح اللي بتكون موجودة بالمخللات ممكن تساعد انه نعمل نشكل بحصة الاسيد يوريك. هيدا البحصة يلي ثقيل انه نقدر نرجع نفتتها، هيدا ننتبه. وبعد شغله ننتبه شوي على الكبد، المخللات نحن بننسى انه كميه عاليه من الملح ممكن تساعد حتى يليف الكبد، هيدا من ناحيه السلبيه الكبيره اللي بدي انتبه لهم. من ناحيه الايجابيات، الايجابيات بصراحه اكثر بكثير من السلبيات. اوكي. منبلش. أول شغلة سوبر بايخة إنه نحن عم ناخد شوية بروبيوتيك، لأنه نحن حاطين شوية خال، والخال متخمر مثل ما لازم. هيدا الشيء عم بيساعدنا للأشخاص اللي بيعانوا من نفخة، للأشخاص اللي بينزعجوا إنهم يقدروا ياكلوا خيار أو مقتة، بيقدروا ياكلوا كبيس الخيار والمقتة من دون ما ينزعجوا. إذا بدنا نفكر ليش، زيت مبدأ اللبن. اللبن عادة الأشخاص اللي في عندها مشكلة باللاكتوز بقولوا لك الحليب ما فينا ناكل منه أبدا، فينا نقطع لبن لأنه ناتورال ما متخمر فيه بروبيوتيك. زيت الشي هون السلولوز اللي موجودين بقلب الخيار أو المقتة أو الخضرة كمان هون متفاعلين مع الخل، مخليينهم يقدر جسمي يهضمهم بشكل يكون مرتاح أكتر. أوكي. هيدا من ناحية البروبيوتيك. من ناحية تانية الأنتي أوكسيدان والتفاعل يلي بيصير بين الخضرة اللي حاطينها وبين الخل، هو كمان بيساعد جسمي حتى يحرق أكتر، تيرجليج الأنسولين، تيساعدني أكتر تيبعد عنا الكانسر، بالأخص كانسر الكولون. نحن مرات بس نحكي مخللات ونعمل رشاش بقولوا انتبهوا بيعمل كانسر. بيعمل كانسر اذا كان في افلاطون، اذا كان في هيدا الكش البيضة الكبيرة ونحن بينا عم ناكل منها، مش انه شلناها. وفي منهم بيشربوا المي، اللي صرت عم بشرب المي وعم باكل من هيدا الابيض على المدى الطويل ممكن يكون بيأذي، بس على المدى القصير لا ما بيأذي. وهون عم نحكي عن الضرر دايما لما نكون عم ناخد بكثرة. صح. يعني بدنا نقول لكل الأشخاص الضرر اللي حكينا عنه بأول بارت من الانترفيو معك ميرنا، مش عم نحكي إذا شخص بيتناول مثلا مخللات أوكازيونال ما مرة بالأسبوع مع المزيت، يعني عم نحكي عن شخص كل يوم. أنا بعرف أشخاص ومنهم بنتي بتوعى الصبح بتفتح هن هيك. هن الفكره انهم عن جد كثير مفيدين، وانا بدي الاشخاص يتناولون وما ينأذوا منهم. يعني اذا بتقولي لي مخللات ميرنا ولا تقولي لي مربى، انا بختار المخللات على المربى بكل صراحه. اثنيناتهم بيأذوا الكبد، بس بيضل المخللات مفيده اكثر بغض النظر عن الوحدات الحراريه. طبعا هون لان عم نحكي خضار وحدات حراريه كثير قليله. مثلا نحن قليل لنضوي انه كبيس الزيتون مثلا بيعطي كثير غني بالحديد، يعني الاشخاص سرتو الزيتون الاسود، الاشخاص اللي في عندها نقص بالحديد وعبالها تاكل زيتون بنقول لها خذي كبيس الزيتون.
هلا اللي بيفرق الاشخاص اللي عم تعمل مخللات من الاشخاص اللي بتكبسهم بالزيت. الاشخاص اللي بتكبسهم بالزيت نحن كثير بنستفيد من هيدا الزيت، غلط انه ينكب هيدا الزيت، فينا نرجع نستعمله. يمكن نحن وعم نعمل كشك، نحن وعم نعمل اللي بدنا اياهم كمنقوشه او زعتر او شو ما كان، لانه هيدا الزيت اخذ كل خواص اللي موجود بقلب الخضره اللي نحن ناقعينها او اللي حاطينها معهم. دونك في وحدات حراريه عاليه لما يكون بالزيت، بس بذات الوقت في فوائد كثير كبيره. أوكي. حتى الباذنجان المكبوس بالزيت نحن عم نستفيد منه الماكسيمم للذاكره، للشحم على الكبد، لو كان في زيت زيتون للشحم على الكبد مثالي هيدا الكبيس. وحتى المخلل كمان هو كثير منيح، مش للشحم على الكبد بس كثير منيح للاشخاص اللي بيكون في عندها كوليسترول. هون عم نحكي عن فوائد المكدوس تحديدا، مكدوس الباذنجان كثير منيح للاشخاص اللي في عندها مشاكل بالكبد. فرق ما مخلل الباذنجان منيح للاشخاص اللي عندها كوليسترول عالي، وبالاجمال كل المخللات جيده للاشخاص اللي في عندها كوليسترول. اوكي. هلا بذات الوقت لانه عم نحكي خل، ولانه مرات بيكبسوا بخل التفاح عم بيرجلج الانسولين وكل هودول الاخبار، ما بيأذي على السيد المعده اذا تناولناه بشكل كثير منيح حسب نوع الرفلو اللي عندنا اياه. بالعكس بمطرح معين بيداوي تقرحات المعده حسب نوع الرفلو، لانه مش كلنا عندنا ذات نوع الرفلو الحرقه والهالاخبار. بننتقل لشيء رح يعمل ترند هلا جديد، شويتين رح يصير سوبر ترند، يمكن الاشخاص الستات البيوت هلا بيعملوهم، بس اذا بيعملوهم خلون يعرفوا فوائدهم. رح بلش بشي كتير صغير يلي هو كبيس الملفوف. كبيس الملفوف سوبر غلط ما يكون موجود ببيوتنا. مفروض عندي شقفة ملفوف صغيرة بمرتبان صغير، ما تروحوها على الفاضي اكبسوها. كبيس الملفوف بيعالج كل شيء في مشاكل بقلب المعدة، بنظف فطريات المعدة، بجنن الأشخاص اللي في عندها مشكلة بالغدة الدرقية. كبيس الملفوف وكبيس اللفت مش محبذ أنها تكون عم تتناوله. أوكي. بقية القصص تاخدهم لأنه فيهم مادة السلفورافان، ونحن بنعرف السلفورافان بتسحب اليود من الغدة. الكبيس الثاني اللي ترند هو كبيس الثوم. أوكي. كبيس الثوم كتير في طرق لحتى يقدروا يكبسوه. في أشخاص بتحطه مثل ما هو للثوم وبتحط معه هالخل والملح. أنا هون بدي أقول هيدا مش كتير أنا مع الفكرة، لأنه نحن على طول منقول نستفيد من الثوم مفروض يندق تطلع مادة الأليسين اللي فيه. كرمال هيك من المستحسن حبة الثوم تتنقور تتبخوش قد ما فينا نبخوشها ونكبها بهالخليط اللي نحن عاملينه. لا حتى بدا تقريبا 10 ايام حتى تطرى كثير هالتومايه، هون نحن بنكون عم نستفيد الماكسيمم منها، بنقدر نقرشها ما بتكون عم تاذينا، وبذات الوقت بتكون عم بتساعدنا تقوي المناعه. كل الفطريات اللي قاعده بقلب معدتنا عم بتشيل الفطريات اللي موجوده بالمعده واللي موجوده على اللسان، مفيده جدا لمناعه الجسم بالاخص بكره بفتره الشتويه، بتساعدنا لحتى ما نلقط كثير الانفلونزا. والاهم من هودول كلهم انه هي عم بتساعدنا لحتى ما تكون عم تاذي المعده، بالعكس عم بتظبط البكتيريا الجيده بقلب معدتي، وعم بتساعدنا اذا نحن عنا امساك نفوت على التواليت مرتاحين، ونحن عنا دياريا عم بتساعدنا لحتى ترجلج هالامعاء كله. اوكي. هيدي طريقه. طريقة تانية يلي هي غلي الثوم أنا مش كتير معها، طريقة قص الثوم مش غلط أبدا. كمان ترند تانية إنه نحنا ليش ما بناخدها بطريقة شوي سكرية من العالم، الأشخاص اللي بحبوا السكر مثل ما بحطوا ناتس بقلب العسل، مننقي عسل يكون ممتاز، منعبي نص المرتبان عسل والنص التاني منحط ثوم. يا ويلي هيدا شو بيعمل بمناعتنا؟ هيدا بوست رهيب للمناعة، رهيب للمناعة، رهيب للشتوية. أنا شخصيا من بعد الستاديز اللي قريت عنهم قد ايه أنتي انفلاماتوار طبيعي قد ايه منيح، أنا رح أعتمده ببيتي هالشتوية ورح راقب قد ايه رح يكون عن جد عم بقوي المناعة ويقونه. ذات المبدأ رح نبخوش الثوم ورح نحطه بقلب العسل ونسكر عليهم، وبنقدر ناخد كل يوم ملعقة. أوكي. ناخد بهي الطريقة اللي بحب الثوم، واللي ما بيحب الثوم أو عنده مشكلة فينا نعمل هيدا الشيء بالبصل. البصل يكون مغلي
نغلي البصل قد ما فينا حتى نحسه صار خلص كأنه صار عصير. هيدا العصير نخلطه مع العسل، نتركه يتفاعلوا سوا، وكمان ناخدهم ملعقة فين يكونوا البصل ما تعطي له هم رح يعطي جو كتير شكري، دونك بيقدر يكون يمكن فوق بعرف رح يقولوا شو هالخبريات ميرنا على الصبح، فيكون فوق الموز اللي عم نعطيه لاولادنا، فيكون فوق الافوكا اللي عم نتناوله الصبح، بوست كتير قويه من المناعه، انتي اوكسيدانات كتير عاليه، وعم ننظف سوبر امعائنا، يعني من القصص اللي بليز تعالوا نفكر فيها بشتويتنا. اوكي. هول ترندز اللي عم بيصيروا كتير كتار فينا نعملهم بأي شيء، يعني إن كان فواكه ولا خضرة. شفنا كمان أشخاص كتير هلأ مينا مش من زمان طلع لي مربى البطيخ، يعني واستغربت كتير إنه كيف البطيخ بده ينعمل مربى، إنه أي فواكه بتبقى عنا وما بدنا نكبها، أي خضرة بتبقى عنا وما بدنا نكبها. يعني هلأ حكيت كمان عن الملفوف كله بنفس طريقة الكبيس العادي اللي العادي 100% الملفوف. ما فينا نخفف ملح، ما هيك لنخفف ضرر، لانه ما بنقدر نحفظهم 100%، لنقدر نحفظهم، نحن بحاجه لكميه الملح. بس نحن اذا بنعمل اتيودات صغار، شكروت يلي هي كبيس الملفوف هو يعتبر شيء كثير قديم معمول، يعني بس منه علاجات طبيعيه شائع. صح، منه شائع نحن بمجتمعنا، بس هو يعتبر من العلاجات الكتير طبيعيه يلي لا مشاكل المعده. دونك نحن كتير ذكى، كل حدا عنده شجره كرز، كل حدا عنده فاض عليه البندوره الخضراء مثلا، هلا التوماتسوريز الخضراء نقدر ناخذها، عم نشوفها كتير بالسوق لما عم نكون عم نشتري السنه، مفيدة كتير، منحطها بالسلادات تبعنا بعدين بكرة بالشتوية، ممكن فيها نستعملها تكون بقلب الطبخة تبعنا، إذا عبينا نعمل يمكن مفرزين لوبيا، عبينا نعمل لوبيا بزيت، تكون هي من ضمن الطبخات تبعنا، سوبر صحية بذات الوقت، ما هدرنا كمية اللي نحن عنا إياها من الخضار أو من الفواكه الفائدة. طبعا ما في ولا نوع فواكه ولا نوع خضره ما بنقدر نحن نخلله ونستفيد منه او نعمله مربى ونستفيد منه. هلا بين مربى وبين مخلل مثل ما قلت انا بروح اكثر للمخلل لحتى اوفر كميه السكر، لحتى ما نحكي كثير بوزن زايد وكل هالاخبار. طب للاشخاص اللي هلا عم بتابعونا وحضرتك كاختصاصيه التغذيه، لنرجع نحكي بشكل عام ميرنا، انتم كاختصاصيات تغذيه بتفضلوا أنا مثلا الصبح آكل حص ثوم وملعقة عسل أو كون عاملة هذا الخليط، يعني أي أحسن؟ أكيد كون عاملة الخليط، لأنه أنا بهالخليط العسل أخذ من الثوم والثوم أخذ من العسل، حتى إذا بتطلع تكستورة الثوم ما عادت قاسية صلبة مثل ما هي عادة مثل ما نحن بناخذها. بلس نايلين هيدا اخذ التومايه مثل ما هي وملعقه العسل وراها، ما رح استفيد، ما نحب الدواء، نحن بحاجه ندقها، وتندقها وننزعج من الريحه ومن الطعمه وتحرق لنا الاوزوفاج تبعنا من الصبح، منا كتير محبذه. من المحبذ اكثر يكونوا خليط مع بعضهم، ياخذوا الانتي اوكسيدان مع بعض، يتفاعلوا الماكسيمم مع بعض، وناخذ نحن هيدا الملعقه. ما بتحس بالثوم، ما رح يزعجك الثوم وكل نهار نضل عم نتدشى مزعوجين من الثوم او يطلع لنا ريحه من الصبح، بالعكس رح نكون كثير مرتاحين ومتخالطين مع بعض. طيب حكيتي عن موضوع كثير مهم اللي هو بروبيوتيك. ما بتحبزوا انه نكون عم ناخده كسبلمنت، لانه بنعرف انه كثير قليل الاشياء اللي كثرتهم ما بتضر، ولكن البروبيوتيك هي شغله منهم عن جد، انه لو قد ما اخذتي نشوف برودكت بمطرح بتضر هلا بليكون كل ما يكونوا مليارات بيقولوا احسن من مليونز، يعني في كثير ستاديز وفي كثير بروبيوتيك بنشوفهم بالفارماسي، بنعرف انه كثرتهم ما بتضر بمطرح معين بلا يا مي. رح اقول انا من الاشخاص اللي عندي ضعف على البروبيوتيك،
بحكي عنهم على طول بالقصص الايجابيه، لانه كلنا بنعرف رح يساعدوني ميتابوليزم يزبط، رح يساعدوني الامعاء تبعي يكون نظيف، رح يساعدوا الذاكره تكون منيحه، المناعه تكون جيده، الصحه النفسيه تكون جيده من وراء اذا نحن البكتيريا الموجوده بمعدتنا هي جيده والعمل كثير منيح. حتى الفطريات هلا بفصل الصيف يلي بتكتر على جسمنا من التوجه بتساعد من البسينات والبحور وكل هالاخبار كثير بيساعدونا لحتى نحن نقدر ننظف هالشيء، بالاخص اللي عندهم انفكسيون اورينار بشكل كثير فريكان متكرر. انا مع هيدا مع هالمدرسه، بس بدي اقول في مرات تناول البروبيوتيك بشكل شوي عالي مع الاكل اللي بيكون عم بعلي هالبروبيوتيك بقلب جسمي ممكن يعملوا رده فعل عكسيه. ردة الفعل العكسية يعني بدل ما يصير فوت بشكل فريكان على التواليت ممكن يعملوا امساك، بدل ما يكونوا عم بيساعدونا نفوت على التواليت اكثر. وممرات كترة هالبكتيريا الجيدة، نحن بحاجة مرات لبكتيريا سيئة بقلب جسمنا، كترة هالبكتيريا الجيدة ممكن تقلب نيجاتيف ما على مناعتنا، بالوقت اللي نحن بنفكر بس هي بوزيتيف لمناعتنا، علما انه انا مع بلس ننتبه على نوعية البروبيوتيك اللي عم نشتريه. طبعا مش نكون عم نشتري شو ما كان بس لانه رينا بروبيوتيك نجيبهم، ونعرف جسمنا هو لشو بحاجه. يعني تنفترض انا بحسس على الحليب يعني بدي اشتري البروبيوتيك يلي هو فيه كميه عاليه من اللاكتوباسيلوس مثلا، بدي انتبه شو عم بقرا عليه انا وعم بشتري هالبروبيوتيك. هيدي كرمال البروبيوتيك. وي بس اذا قلتي لي ميرنا انت مع اني اخذ سبلمنت لانه انا عندي انفكسيون اورينار متكرره، انت مع يا ميرنا كون عم باخذ سبلمنت اذا انا ما بقدر اكل لبن ما بحب اللبن وانا عم باخذ انتيبيوتيك؟ اكيد انا مع السبلمنت. اوكي لانه بعرف بمطرح رح اقول لك خديهم ناتوريال ما، بس لا بمطرح ما فيني اخذهم ناتوريال ما، مش امسك قنينه الخل واقرعها ولا رح احط جات اللبن واكل ولا رح تكون مكثفه البروبيوتيك بقلبها قد ما تكون بالحبه 100% اللي عاملين عليها دراسات. بمطارح نحن بدنا حبه، ونحن بنعرف انه بالمطارح السفار بناخذ 6 حبات بالنهار، دونك قد ايه بدي امنهم من الاكل؟ ما بفتكر فيني على طول امنهم من الاكل. انا بدي اتشكر حضورك معنا واهلا وسهلا فيك من الفكتا، وشكرا كثير على كافه النصائح. اكيد نلتقى الأحد المقبل معك كمان فاصل، ومنتابع لقاءاتنا مع الصديق العزيز المخرج شادي الهبر بعد البريك.